عندما بدأ العد التنازلي لتنظيم الانتخابات، وجدت بعض القوى السياسية في تنظيم داعش الإرهابي شماعة جيدة في تحقيق رسائل سياسية وأمنية بموجبها أن تسهم في تأجيل الاقتراع المزمع إجراؤه في 10 من تشرين الأول المقبل. وأبرز تلك الرسائل هي استهداف أبراج نقل الطاقة، إذ لا تقتصر عملية التخريب على تنظيم داعش فقط، وإنما تقف خلفها جهات سياسية هدفها زعزعة الاستقرار السياسي والانتخابي. ومنذ أيام تتعرض أبراج نقل الطاقة البالغة في المجمل نحو 46 ألف برج لهجمات منسقة بعبوات ناسفة أسفرت عن تقطع أوصال شبكة الكهرباء في مناطق شاسعة من البلاد. تلك الهجمات تطورت من ضرب أبراج النقل إلى قصف محطات توليد نوعية في البلاد، كما في محطتي صلاح الدين والمسيب، ولأول مرة تستخدم صواريخ الكاتيوشا في ضرب محطات رئيسية. وبحسب مصدر في العمليات المشتركة الذي يؤكد لون نيوز أن أبراج نقل الطاقة غير منظورة أمنيا وبعيدة عن التواجد العسكري، وهذا النوع من الأبراج يترتب على الحكومة أولا فرض هيبة الدولة، ومن ثم نشر قطاعات عسكرية بالقرب من سلاسل أبراج الطاقة، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة. وفي الجانب الآخر يبرئ فريق سياسي التنظيم الإرهابي من عمليات استهداف أبراج الطاقة ويعصبها برأس جهات سياسية خصوصا تلك المتضررة من الانتخابات المبكرة. ومع ذلك فإن نحو 30% من استهداف أبراج نقل الطاقة تعود إلى تنظيم داعش، مع العلم أن استهداف الجهات السياسية وغيرها تضيع هويتها مع استهدافات تنظيم الكثيرة والمتكررة.